السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سريعا سريعا كده، الدولار مسك الجنيه المصري النهاردة كده على صدر المصريين، وراح واخد الجنيه ولا مصنع الكراسي وما راح مشي. الدولار بيرتفع أمام الجنيه ل 19 جنيه دلوقتي، وده بيبين عظمة الاقتصاد المصري الذي يشهد إنجازات غير مسبوقة في تاريخ أم المجرة اللي احنا عايشين فيها. الحمد لله رب العالمين. الزعيم المفدى عبد الفتاح السيسي استلم مصر، والدولار كان بستة وشوية سبعة إلا، دلوقتي بقى الدولار ب 19. وده ليه؟ علشان مصر بتشهد إنجازات غير مسبوقة، إنجازات غير طبيعية مع الرئيس الزعيم الملهم عبد الفتاح السيسي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين يا جماعة. إحنا بصوا، طول ما أحمد موسى بيطلع على التلفزيون وعمرو أديب شغال والدنيا دي تمام، مصر بخير. مش مهم بقى المواطن بقى والشعب وال 105 مليون، مش مشكله. لا لا خلاص خلاص، دول مش مشكله. المهم احمد موسى تمام، يطلع يجعر كده، وعمرو اديب يطلع يجعر، ولا احنا كويسين واحنا ده. طول ما دول بيجعروا، طول ما عبد الفتاح بلحه عبده السريلانكي ده، سيسي سريلانكا ده، الدنيا تمام معاه، وما فيش اي، خلاص ما فيش اي مشكله. دولار يا جماعه ماسك الجنيه هرد وكو، وانا مصنع الكراسي بقى كده، يعني انتوا فاهمين، مش لازم اوضح يعني. وده دليل قاطع على ان مصر بتشهد انجازات ايه؟ ايوه، غير مسبوقه، انجازات كبيره جدا جدا. فكر كأنك عبد بلح. السلام عليكم.